النقطة المهمة كمان قوي اللي كانت يمكن رسالة طمأنة في تدريب امبارح وبمثابة يمكن خبر سعيد لكل جماهير النادي الأهلي، كانت ظهور المدافع القوي رامي ربيعة قلب الأسد. رامي ظهر في التدريب وشارك في التدريبات بشكل قوي ومتميز، وده الحقيقة برضو بيطمننا كتير قبل المباراة الفاصلة أو المباراة النهائية في ظل ظروفك النهاردة المعاكسة اللي الأهلي عاشها السنة دي أو الموسم ده خاصة على صعيد المدافعين. ويمكن في أكتر من لاعب النهاردة مهم بيتعرض للإصابة، زي في الأول خالص في البداية كان سعد سمير، بعد كده محمود متولي، بعد كده ربيعة، وكان في اوقات يمكن برضو كابتن ياسر شويه وايمن. هو عارفه الفكره سهام ان هو الناس كانت قلقانه، طب احنا شايفين ان ايمن اشرف وياسر ابراهيم ماشيين بشكل كويس قوي وبيأدوا، لكن بعد الناس الشر لو حصل حاجه بالظبط لو حصل الله. حاجه دي كانت بقى المشكله، طب هنرجع حد من نص الملعب. فوجود رامي ربيعه اولا احنا عارفين رامي راجل جدا، وصل لفتره او تأهل بشكل جيد جدا، النهارده امبارح دخل في التمرين بشكل جيد جدا. كل اضافه بتضاف بتزيد من حاله الفريق المعنويه والفنيه، وجود رامي مهم جدا ان شاء الله باذن الله. بيطمنك بيطمنك لان انت كمان الموسيماني محتاج دكه دايما، البطولات ما بتجيش بس بال11 لعيب اللي بيلعبوا، لا انا اعتقادي الشخصي ان ال11 دول بيأدوا ادوار مهمه جدا، لكن كمان ساعات البطوله بتيجي من بره الخطوط، بره الخطوط يعني موسيماني يستعين بواحد بيزود الحاله الهجوميه، يستعين بواحد يزود الحاله الدفاعيه في حاله ان احنا كسبانين وعايزين نحافظ. فكل اضافه رامي ربيعه ان شاء الله اضافه، وجوده ان شاء الله اضافه لخط الظهر، وبيدي ثقه كمان لفرقته ان شاء الله.